حياكم الله أخوان المتابعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مثل ما تشوفوا هاي شجرة البونسيانا الملكية الحمراء، وقد بدأ عليها إصفرار الأوراق وتساقطها. هذه الشجرة، شجرة البونسيانا، في شهر 10 تبدأ الأوراق بالإصفرار والتساقط، وتظل تتساقط إلى أن تصبح قليلة الأوراق، ثم يدخل فصل الشتاء وتظل أوراقها قليلة في جذوعها إلى أن يأتي فصل الصيف العام القادم شهر تقريبا 4، وتظل تبدأ بالظهور أوراق خضراء جديدة. طبعا شجرة البونسيانا من الأشجار الجميلة والملفتة للنظر، عندما تكون كبيرة جدا وفيها ضخامة تصبح شكلها مبهر وجميل، وخاصة عندما تظهر الزهور الحمراء. طبعا شجرة البونسيانا أنصح بها كل من يحب الزراعة، من يحب المنظر الجميل، أن يزرع من هذه الشجرة ويقتنيها ويزرعها في داخل منزله إذا كان موجود مساحة، كذلك خارج المنزل عند الجدار من الخارج، تزيين الطرقات، تزيين الحدائق، تزيين المنتزهات. وهي شجرة تتحمل الحرارة وتتحمل البرودة، كذلك تتحمل التربة سواء كانت مالحة أو تربة رملية لا يضرها، فهي من الأشجار الجميلة التي تتحمل ظروف الطقس، وكذلك جميع اختلاف أنواع التربة. فنصيحة لجميع محبي الزراعة أن يكثروا من هذه الشجرة الجميلة. طبعا هذه شجرة أصلها في مدغشقر، مقرها الرئيسي أو أصل هذه الشجرة من مدغشقر، وبدأت الانتشار في جميع بلادين العالم. طبعا الحين بدأت الدول الخليجية تكثر من هذه الشجرة لأنها شكلها جميل وملفت للنظر. كما أنصح باقتناء شجرة الجاكراندا، هذه من الأشجار الجميلة والملفتة للنظر في نفس الوقت، لكنها قليلة التواجد في منطقة الخليج، إلا في منطقة أبها في السعودية. في السعودية في منطقة أبها توجد بها هذه الشجرة بكثرة يعني، وخاصة وقت الشتاء في منطقة أبها تظهر هذه الشجرة بشكل جميل وممتع وتلفت النظر يعني.